عملية أمنية لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مخيم الهول بريف الحسكة لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعد تصاعد معدل الجرائم بحق قاطنيه من نازحين ولاجئين. مصدر في قوى الأمن الداخلي من داخل المخيم أفاد أن قواتهم دهمت القسم الرابع في المخيم المخصص للاجئين العراقيين وألقت القبضة خلالها على 3 عناصر من خلايا التنظيم. يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه معدل الجرائم ضد قاطني المخيم من نازحين سوريين ولاجئين عراقيين ليبلغ منذ بداية كانون الأول ديسمبر الجاري 6 جرائم، ووسط دعوات لإيجاد حل لعائلات عناصر داعش في مخيمات شمال شرق سوريا. في غضون ذلك ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي بريف دير الزور. مصدر عسكري في قسد أفاد أن قواتهم وبإسناد من طيران التحالف الدولي ألقت القبض على عنصر في خلايا التنظيم الإرهابي بعد مداهمة أحد المنازل في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الشحيل بريف دير الزور شمال شرقي سوريا في 7 من كانون الأول ديسمبر الجاري بإسناد من طيران التحالف الدولي.